السلام عليكم ورحمة الله، اهلا وسهلا بيكم، يا رب تكونوا في احسن حال. الفيديو ده للمبتدئين، لو انت عندك ديسك ودباسة تعالوا نعمل مع بعض بوكس خفيف وبسيط ويكون شكله ان شاء الله ظريف. ده كده اسمه عود حلية، ليه اشكال مختلفة. الحلية دي بيبقى لها اشكال مختلفة، بيبقى الاول MDF زي ده كده 18 ملي، وبعدين بيخش على المكنة ياخد ضربية حلية بالمنظر ده. في بعض الدول العربية بيتباع العيدان دي جاهزة، اما في مصر بالذات فانت بتعمله، يعني بتروح المكنة تقص الخشب وتفصل الحلية اللي انت عايزها. تمام، اول حاجة هعملها ان انا هشطف الجزء ده كده على زاوية 45، وبعدين ابدأ اخد المقاسات. لما اجي اخد المقاس، اخد المقاس من على مكان مستقيم، يعني من هنا كده مثلا، ما ينفعش على الكيرف ده او هنا اخد مقاسات خالص، اخد من فوق من هنا كده، ابدا من النقطه دي واقيس 15 سنتي واخد علامه. طبعا البوكس بتاعنا هيكون 15 في 20. الشطفه دي الزاويه دي كده، يبقى الشطفه دي هتكون الاتجاه الثاني بالمنظر ده. بعد ما قطعت القطعة دي كده 15 سنتي، أبدأ أحطها في وش بعض على العمود الحلية بالمنظر ده كده، أظبطهم أو من هنا، وبعدين أخد العلام في الاتجاه التاني بالمنظر ده كده. قصينا 15 سنتي، نتأكد إن هما قد بعض تماما بالمنظر ده كده. أبدأ بنفس الطريقة أقص بقى العشرين كده. قصينا خلاص الخشب بتاعنا 15 و20، هنبدأ نجمعه. بعد كده هنعمل القاعدة من خشب وليكن مثلا 8 ملي. هنجيب قطعة الخشب تكون مقصوصة بزاوية قايمة بالمنظر ده، وبعدين نبدأ ناخد القياس من جوه، نخلي حدود القطعة مع حدود المربع بالمنظر ده كده، واخد القياس بالشكل ده. بعد كده نحط شوية غير خفاف هنا كده، ونبدأ نسقط القاعدة. بعد ما ثبتنا القاعدة من أسفل، هنعمل قطعة خشب زيها تماما ولكن أقل حوالي 1 ملي من كل اتجاه بالمنظر ده كده. دي اللي هنثبت عليها الغطاء بتاع العلبة. هجيب عمود حلية، هو نفس الشكل بالظبط بس حجمه أصغر شوية. ممكن تستخدم نفس العرض، بس بصراحة اللي عندي خلص فهستخدم الصغير ده. هنيجي نشطفه بزاوية 45، يفضل تخلي الجزء العالي اتجاه جوه بحيث يبقى مسلوب لبره كده، وبعدين نظبطها بالظبط كده. انا بحب اقيس يعني بقطعة الخشب عشان يطلع المقاس مظبوط على قدر الامكان، واجي احط هنا علام. بعد كده اقلب قطعة الخشب كده، وبالزاوية ابدأ انقل العلام للاتجاه التاني كده. بعد كده اتأكد طبعا ان الياس بتاعي مظبوط بالمنظر ده كده. بعد كده ابدأ اقص الاربع اضلاع بنفس الطريقة. احنا كده قصينا الاطار اللي هيكون الغطا بتاع الصندوق، وحطينا غيره، بنبدأ نجمعه بالمنظر ده كده. هنحطين تحت منه ورقة علشان ما يتزقش في الطاولة اللي انت شغال عليها. هنسيب الغيرة لحد ما يشد ويمسك الاطار لوحده. لو انت مستعجل ممكن تستخدم الباتكس او الكلة، هيشد معاك بسرعة اكتر. بتاعنا بعد ما جف هبدأ اقلبه بالمنظر ده كده. وبعدين قطعة الخشب دي اللي احنا قصناها على قد الصندوق من فوق دي، هبدأ اثبتها هنا كده. هثبتها ازاي واظبطها بحيث تبقى في المنتصف بالظبط؟ الموضوع سهل جدا، بان انا هظبط راس قطعة الخشب الزاوية دي مع زاوية القص في البرواز بالمنظر ده، طلعت معاك مظبوطة بمنتهى السهولة بالمنظر ده. طبعا بقى هنحط غيرها وبعدين نلزق. بعد الجفاف هنبدأ نقلب الاطار كده، ونقيس المسافة الداخلية دي بالظبط، ونقص على قدها قطعة خشب زي دي كده. هنقص قطعة خشب 18 ملي بنفس المقاس، نحطها هنا كده، بس نحليها الأول بالراوتر.
هنحط الغطاء زي ما شايفين ما بيتحركش، يعني لان الجزء اللي انت حطيته جوه ده هو اللي بيخلي الغطاء يبقى حابك بالمنظر ده. مش عارف، حاسس بعد ما خلصتها ان انا عايز اشيل الاطار ده بحيث تبقى يعني ابسط شوية. عموما ده الشكل اهو، تعالوا بعد ما نشوف نشيل الجزء ده كده هيكون شكلها ايه. ها ايه رأيكم كده؟ متهيألي اعتقد كده بقت ابسط وبقت اظرف يعني. طبعا ان شاء الله الصبغة او الدهان بتاعها هيكون في الجزء التاني، ازاي نصبغها ودهنها في البيت بشكل بسيط ويكون شكلها ان شاء الله ظريف. طبعا انا كنت عايز اعمل الغطاء او الصندوق كله من الحليه دي من نفس المقاس ده، ولكن لقيت في الاخر ان هي هتبقى ناقصه حوالي 10 سنتي، فعشان كده عملت الغطاء بتاعها من حليه يكون المقاس بتاعها صغير شويه. انت طبعا الحليه دي ليها اشكال ويعني رسومات مختلفه، ممكن تختار المناسب ليك. وبالنسبه في مصر انت ممكن تعملها، يعني بتروح المكنه معاك الخشب بيضرب لك ضربيه الحليه اللي انت محتاجها، وبعض الدول بتكون متوفره فيها بتتباع بالعود الواحد. ده كده الجزء الاول. الجزء الثاني ان شاء الله هنعرف ازاي ندهنه بدهان بسيط ويكون شكله ان شاء الله كويس وبسيط تقدر تنفذه في البيت. هسيب لكم ان شاء الله في شريط الوصف بعض الروابط الخاصة بقص الزوايا اللي تفيدك في نفس موضوع الفيديو. ما تنساش طبعا تدعيلي بالتوفيق، اللهم اجزيه خيرا في الدنيا والآخرة، والسلام عليكم ورحمة الله.